فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأما الخوارج فهم الذين يخرجون على ولي الأمر بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ، وذلك بأن يكفروا المسلمين ويكفروا ولاة الأمور ويقولون إنهم حلال الدم لأنهم كفار. هذه طريقة الخوارج، يكفرون بالذنوب التي دون الشرك ودون الكفر، يكفرون بشرب الخمر، بالزنا، بالسرقة، وهذه ليست كفرا، هذه فسق، هذه تنقص الإيمان. وأما أنها تبطل الإيمان وتنقض الإيمان فهذا قول باطل، وهذا قول الخوارج. لو كان هؤلاء كفارا لما وجب إقامة الحدود عليهم، لما وجب رجم الزاني أو جلد الزاني، لما وجب جلد شارب الخمر، لما وجب قطع يد السارق، لما وجب قطع يد ورجل قاطع الطريق، كان يقتلون وينهى أمرهم. لكن كونهم تقام عليهم الحدود هذا دليل على أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون وأن الحدود تكفي في حقهم. فهذا من جهلهم. والسبب في هذا أنهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسر هذا الطرف أو يبينه أو ينسخه، فهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون أطرافا كثيرة من الكتاب والسنة، ولهذا ضلوا. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وأمر بقتلهم، وأخبر أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، وأمرنا بقتلهم إنهاء لشرهم وكفا لعدوانهم وردعا لأمثالهم.